بك مرة ثانية نجوى. مرحبا بك يا سيف، ومرحبا بسيف وكل الضيوف المتواجدين في خارج الاستوديو. يمكن زي ما ذكرنا في البداية، عديد من الضيوف الجميلين اللي حيكونوا متواجدين معنا في أولى الأيام البث لقناة البلد. أنا سعيدة جدا إنه يكون معي ضيفة جميلة وأنا انت بحبها جدا. ما تذكري اسمي، خلينا نحن خليها اول مفاجأة. خليها مفاجأة، او خلينا نتولى سنة وانت هي عنها. لكن يا هي سيف اول حاجة صحفية، وهي ثاني شاعرة، ويعني في زولة اعترافات عملت طيبة وزولة حلوة في اعترافات وبتمغز كانت الناس. بالمناسبة دي حاجة أنا داير أقول عنها، وزولة بتمغز الناس حبوبة. بكتاباتها. ايوه، ومشكلاتها نفس مشكلاتي طبعا. نفس المشكلة. أنت يا سيف نستر دالي على الهواء ولا رأيك شنو؟ سعيدين بك جدا والله داليا الياس. أنا أسعد والله، وتحياتي لكل مشاهدي البلد على امتداد البث، وبقول لكم ألف مبروك، ألف مبروك للمشاهدين وألف مبروك لكم. وعلى المستوى الشخصي سعيدة إنه أنا أكون مع أولادي وحبايبي وأصحابي، يمكن أول مرة نكون مع بعض أيوة. يعني فعلا. على الهواء رغم العلاقة الوطيدة اللي بيناتنا، ودي بشرة خير إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يجعل وشي عليكم يعني وش طيب، ويكون في نجاح كبير جدا إن شاء الله للبلد زي ما كلنا متوقعين، لأنكم جايين أنا بعتقد من خلفية قوية جدا ومن أرضية ثابتة وفريق أو طاقم إعلامي محترف متكامل يعني، فربنا يوفقكم إن شاء الله. آمين يا رب، ويوفقك إن شاء الله يا داليا. ونحن كمان سعيدين ومبسوطين بك جدا. على صعيدنا الشخصي نحن مش مبسوطين، نحن أكثر سعادة جداً. يا سيف، لكن قبل ما نتونس مع داليا أو ندردش على الهواء مباشرة، يمكن داليا من الناس اللي بينغزوا بجد بكتاباته، فعلا يعني مجرد ما تحس انه في حاجه رايحه لك انت ما قادر تعبر عنها وبتمشي لداليا تقول لها داليا حاصل كده، بتلقاها كتبت فعلا. فاكيد هي كاتبه للبلد. والله ان شاء الله نحن نتمنى انه نكون لسان حال كل الناس يعني. يمكن احنا ربنا يعني خصانا بموهبه الكتابه او هوايه الكتابه، وانا بعتقد انها هي نعمة الحمد لله، فكونك تكون لسان حال الآخرين ده أعتقد إنه هو جزء من وجودك في الحيز الإنساني وحركتك في الحياة اليومية. فإن شاء الله دائما ربنا يجعلنا نواسي بعض بالكلمة الطيبة، نعبر عن بعض، نحكي في مشاعر بعض، وبالتالي ننقل هموم البلد اللي هي بالضرورة همومنا بالدرجة الأولى عبر شاشة البلد وعبركم إن شاء الله يا نجوى وسيف. وطبعا أنا خليني يعني أعبر عن إعجابي الكبير بالروح الساخرة أنا برضو من الناس المتابعين له جدا على السوشيال ميديا، كتاباته جميلة يعني، حتى الإشكالات والهموم وأزمات الحياة اليومية بيعبر عنها بشكل يخليك تضحك يعني. فربنا إن شاء الله يديكم العافية، مواهب متعددة يعني صراحة. تسلم كثير. إذا داليا إلياس، منصة جديدة يمكن إضافت عشان أنت تطلقي العنان، تطلقي العنان لكتاباتك، تطلقي العنان لكتاباتك الشعرية أو الصحفية، فرأيك شنو في قناة البلد؟ وهي أكيد هتهتم يعني بكتاباتك، بكتابات كل الشعراء، بموهبتهم، برضو كمان الكتابات الصحفية. والبلد أول حاجة يمكن يعني القائمين على أمرها يعني بنحيي سيد أشرف الكاردينال والعزيزة المرأة القيادية الناجحة يعني فاطمة الصادق، هم بالضرورة من زمان عودونا أنهم دائما مهتمين بالتفاصيل الإبداعية، مهتمين بالمواهب أيا كان شكلها، فدايما بيقدموا لنا فرص وسوانح ومنابر عشان احنا نظهر. فوجودنا هنا هو ذاته نوع من الامتنان والتقدير لوقفتهم الطويله معانا، وبنحشم فعلا انه احنا نجد لنا يمكن حيز او منفذ جديد باشكال مختلفه نقدم فيه افكار مبتكره. وصراحه فاطمه عودتنا دايما انها هي بتستوعبك وبتسمعك صحيح، واذا لقت يعني انه الفكره بجد فكره بتستحق ما بتتوانى عن انها هي تدعمك وتقدمك للاخرين. فان شاء الله نرجع للكتابات والناس يسمعونا من خلال البلد، والقناة تكون فعلا رمزية البلد فيها حاضرة وتكون حقتنا كلنا بدون أي تحيز، بدون أي تمييز أيا كان شكله، لا سياسي لا جهوي لا قبلي لا جغرافي، كون البلد بلدنا إن شاء الله بإذن الله. يمكن يا داليا علاقة كبيرة جدا ما بين الإعلام وما بين الفن وما بين الكتابة، وكلنا بنعرف داليا الياس زولة طيبة وعلاقات قوية جدا بكثير من الإعلاميين والفنانين. ففي أولى انطلاقة البث لقناة البلد توقعاتك شو؟ أنا بتمنى إنه يمكن في فئات شوية ما لاقي حظها زي ما قلت، في يعني مثلا فئات الشعراء شوية يمكن بالذات في مسألة الغنى دي اللي هم بيكونوا بيمثلوا زي ما بيقولوا الحق المجاور، فهم أحيانا بيشعروا إنهم هم يعني حقهم مهضوم، أو الظهور ممكن يكون للغنية والفنان لكن الشاعر بيكون
مغمور نوعا ما يعني. فأنا أتمنى إنه البلد يعني تجد يعني أو يجدوا فيها رعاية كافية، تقدمهم بشكل يعني واضح وصريح للمتلقي، تطيب خواطرهم وتعرض شوية على الضروب الثانية يعني القصة ما بقت ما فن وإعلام بس، في تشكيل، في كتاب رائعين جدا ما لاقين حظهم يمكن من الظهور، في شباب موهوبين ومبدعين شديد. أنا بتمنى إنه فعلا البلد تفرد مساحاته وتفتح أبوابها لهم وتستوعبهم كلهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كمان يا يعني يا داليا، احنا عرفنا عنك حاجات كثيرة جدا بعيد عن الصحافة وبعيد عن الشعر. انت زولة فكاهية جدا، زولة برضو بتنقل الحاجات والهموم بطريقة ساخرة وبتضحك الناس برضو يعني في حاجات كثيرة جدا. فرأيك شنو في نوع اللي بيقدم ده يعني من الكتابات، اني تنقل الهموم بطريقة ساخرة كده ومضحكة؟ والله انا اعتقد انه احنا يمكن كلنا بنجيب على ارضيه انه يعني اضرب الهم بالفرح زي ما بقول، وانك انت هي ضغوط الحياه يعني صعبه علينا بما يكفي. فمن الضروره بمكان انه نحاول نهون على بعض، فتناول القضايا بشكل ساخر واول حاجه يمكن بخفف شويه من وطأته على المتلقي او على المواطن، وثانيا بيجذبه او بيستوعبه يعني يمكن الحاجه لما تقدمها له بشكل جاف ومباشر ما يمكن ما تجد استجابة أو ما تستوقفه يعني، لأنه زي كل الجفاف الحاصل في حياته. فمرات أنت بتحاول يعني تختار أسلوب يكون جاذب ويستوقفه ويخليه هو يتمعن في الفكرة عموما وفي المشكلة عموما، وفي نفس الوقت تحسسه أنه الموضوع ده بسيط ممكن يتعالج يعني. والأمل دائما موجود وبكرة دائما أحلى إن شاء الله. أكيد أحلى. داليا أنا غاية ما عايزة أضغطك على الهواء والله عشان نكون إحنا واضحين شوي. لكن نفسنا نسمع حاجة يعني من كتاباتك، أي حاجة بسيطة، كلمتين ثلاثة. طبعا أسف أنا ما قاعد أحفظ. حاجة كده بسيطة. طولتي من الكتابة يا داليا؟ لا أنا بكتب بشكل يومي، بشكل يعني يومي. موجودة في الأسافير وبكتب في الفيسبوك بشكل مباشر يعني قطع أخضر زي ما بقولوا، لكن ما قاعد أحفظ. يعني يمكن هسه في راسي هالحاجات القديمة. فبما انه يعني المود ذاته مود أيوة جميل أيوة ومود بشريات وكذا، خلينا نقول كل احنا بنحب نرفع المود يا داليا. بنقول لهم يعني ان شاء الله كذا يعني تكون فاتحه خير عليكم وجايينكم بكل لهفه وكل محبه وكل شوق، وبنقول لكم والله مشتاقين كثير، تقدر تقول الشوق بحر ولو عجاوزت الحدود واللهفه في الاعماق مطر، من شدة الشوق والحنين الليلة غالبنا الصبر ملينا من طول الغياب ومن قعدة الريض منتظر، ما لينا غير الشوق أنيس وغير ذكرنا ديانة وسهر، نحسب ليالي الانتظار والذكريات دايما تمر، تحكي الحنان الكان زمان قبالي طول بيك السفر، لا كلمة منك لا خطاب لا حتى تعبير مستتر، خليت وراك حيرة وعذاب ودموع وأحلام في خطر، وخايف يطول ليل البعاد وما ألقى من بعضك صبر، ويبقى الفراق غلب الغرام وقلبي من الشوق فتر، والله مشتاقين كثير، تقدر تقول الشوق بحر. يا سلام الفراق. يا سلام. لما نتكلم عن الفراق طبعا يا سيف ناس تقول لها بالتنشين كده السوداويه ما تعاي لنص الثوب الممتلئ اصلا. انت هذول ما فاهم دائما نجوى نكديه يعني قصدك؟ لا هي فاهمه القصه عشان كده خلينا مستورين على الهواء ده. خلينا بالشوق الفراق ده خلاص ما مشكله. ربنا تاثرت لما عايزه تبكي. لا انت يا سيف ما سيف استنى حرام عليك. الناس مزوله مرهفه صراحه وحساسيتها عاليه، فان شاء الله ربنا يسعدها ويعني يديها الفرح اللي بيشبهها صراحة. أبي يا رب تسلم إن شاء الله يا داليا، الله يديك العافية إن شاء الله. طيب داليا احنا ما داري انك تمشي والله صراحة. خلاص طيب داليا احنا حاسين الشعراء كتروا يعني وقاعد يزيدوا كل يوم، في مواهب جديدة قاعد تظهر كثير في الساحة شعراء، فالمطلوب منهم شنو في ان هم يعني يستغلوا المواهب دي عشان يقدروا ينقلوها؟ هم ما لاقين فرص بجد يعني. هو يمكن يعني زي وزي كل الفئات الثانيه كثرت يعني الفنانين كثروا الرياضيين كثروا، لكن في النهايه بيبقى البقاء للاصلح والبقاء للاقوى والبقاء للاصدق. فانا يعني انا نصيحتي لكل شاعر مبتدئ عاوز يمشي لقدام، وان كنت انا يمكن ما مؤهل لانه اقدم النصيحه دي، لانه انا ذاتي قاعد اتعامل
مع الشعر حتى الآن باعتبار مجرد هواية يعني أو حاجة انت بتعنيني بالضرورة. بتستلهمي الشعر ده أنا يعني والله من يا صيف لا الحاجة اللي أكتب حواليكي؟ إلا أي حاجة، إلا حاجة تكون هبشتني إحساس. يعني. أنا لا أجيد صناعة النصوص أصلا، سواء أن كانت شعرية أو خواطر أو حتى المقال، لو ما هبشني بالجد حسيت إنه أنا الحاجة دي حركت فيني شهية الصدق في الكتاب وما بكتبه. فكون إن هي بتهبش الآخرين أو توافق هو في نفسه، ده بس من حسن حظي ومن فضل ربنا عليه. فدائما بقول الزول لازم يكون صادق، لأنه أنت مهما كنت حريف وتعاملت مع الكتابة أو مع الحروف دي بشكل مهني أو عملي وأتقنت صنعتك، فتأكد إن هي ما حتصل كما يجب. يعني في نصوص بديعة جدا، يعني ممكن نقول على موضوع بإتقان ومختارة بعناية، والميزان فيها ممكن يكون ميزان قوي شديد، واللغة لغة رفيعة، لكن تلقاها ما هبشت ودانا. ليه؟ لأنها افتقدت يعني، أو حيز الصدق فيها كان ضيق. فأفتحوا يعني براحاتكم على الصدق قدر الإمكان، وأقروا كثير. دي النصيحة اللي أنا بقولها لكل في أي مجال، يعني دائما حاول طور نفسك وخليك صادق معنا. تسلمي كثير يا داليا، ونحن سعدنا بك جدا وشاكرين لك كثير انك تكوني معنا الليله. شكرا جزيلا، نورتينا والله، وما نفسنا تمشي. مبسوط جدا، انا مبسوط جدا بك والله. نور نوركم، وانا بتمنى لكم كل الخير، وانتم شباب حلوين وروحكم عاليه، وتحيه لكل الطاقم العامل في البلد. ان شاء الله ربنا يجعلها فتحت غير عليكم، وبحيي فاطمه تحديدا لانه نجاح جديد يضاف لحواء السودان، وان شاء الله كده نتلاقى دائما في براحات القناة على خير إن شاء الله. بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. يمكن نحن لسه متواصلين، ونحن حنطلع برا الحوش الحار مننا منه بكل تأكيد. نحن لسه حننتقل. مستمرين، وكمان حنطلع للزميل دعاء. لا، للزميل محمد العبيد معه ضيف. طيب. نطلع. محمد، مساء الخير عليك. محمد سيف، يوم جميل جدا. أيوة. اليوم يوم جميل يا سيف، يوم مبدع في والعديد من الفقرات زي ما ذكرنا. خارج الاستوديو يمكن زي ما قاعد تشاهدوا، احنا ما قاعدين نشاهد، لكن زي ما بتشاهدوا انتوا اللي بتشاهدوا. فيوم جميل جدا بكل تاكيد، وكوكبه من الفنانين وكوكبه من الشعراء، ومعانا داليا الياس والمصورين. يا سيف، احنا كمان ما نظلم المصورين والمصورين والمصورين الفوتوغرافيين كمان. أيوة. فالتحيه لكل الكاست الليله اللي قاعد يعمل في تدشين اول يوم لقناه البلد، القناه والبلد اللي تولدت باسنانها. صحيح، والبلد حنين والبلد جميل، ولما نقول نحن ماشيين البلد الناس بتكون ماشيه بحنيه، لانه البلد دائما بيكون فيها الحاجات القديمه المتوارثه السودانيه يعني، والثقافه السودانيه القديمه جدا. فحسي حسي لما يقولوا نحن ماشيين البلد، انا بديني بصات طوال المينا. انا سويت عمال اعرف اضحك على الهواء، عشان كده خلينا كده خلاص ثاني. حنجي هنا القناه، حنجي القناه طبعا. سيف، لما نقول له نحن ماشيين البلد بنقول نستف الشنط والبص والمينا وماشيين، لكن ثاني يا سيف انت من البيت ماشيين البلد، حنجي القناه جاهزين البلد اللي هنا. انا انت ستف الشنط براك يا قصدك شنو يا سيف؟ نحن ماشيين البلد. انت لو متذكر يا سيف، السنه اللي فاتت كنا بنقول انه نحن لازم نشتغل مع بعض، ومتمنين انه نشتغل مع بعض. احنا كنا، انا ونجوى، كنا بنتمنى امنيات كثيره وتحققت. يعني انا لو كنت طلبت $1,000,000 كان جاتني في الوقت داك، بس انا اتغابيت يا نجوى. بحاول انا طبعا اتجاوز سيف على الهواء، ولكن بنتشاكل بعد ما نطلع. نحن حنكون متواصلين، خلينا نمشي احسن لمحمد عبيد عشان ما نتشاكل على الهواء. محمد، مساء الخير عليك.